السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينة قسنطينة لنقف على الأشغال تاع التهيئة تاع الأنفاق الأرضية اللي كان فيه السوق، يعني تحت أرضية في مدينة قسنطينة واللي احترق، كان صرف فيه حريق هذه مدة 10 و12 سنة مضت وبقى مغلوق إلى يومنا هذا، ويبدو أنه الآن السلطات راهي عازمة على إعادة فتح هذا الفضاء الجد مهم يعني في المدينة قسنطينة اللي سوف يضيف يعني مزيد من الحيوية ويعني لا فلويديتي تاع المرور، لأن قسنطينة تعرف اكتظاظ مرور يعني تاع المشاة، اكتظاظ تاع المشاة خاصة وسط قسنطينة فيه اكتظاظ للمشاة في مدينة قسنطينة. إن شاء الله تكتمل الأشغال وتكون بمواصفات عالمية، نؤكد هذا. خلاص حبسنا من البريكولاج، حبسونا من البريكولاج، ما زال بينا نخدموا حاجة للدوم واللي تكون ب يعني دي ماتيريو نوبل، إذن بوسائل عصرية وتكون نتيجة في المستوى نتاع المدينة قسنطينة. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.